هنا سؤال من الأخت محمد تسأل عن فتوى سمعتها من أحد المشايخ أن الرزق مكتوب وعلى الإنسان أن يبذل السبب فقط، فما دور الدعاء في سعة الرزق كون الإنسان يفعل أسباب فقط دونها؟ جميع ما في الكون مقدر ومكتوب ومسجل، فنحن نؤمن بأن جميع الوقائع قد علم الله بوقوعها قبل حصولها، ونؤمن بأن الله قد كتبها في اللوح المحفوظ، ونؤمن بأن الله جل وعلا قد شاءها وقدرها، ونؤمن بأن رب العزة والجلال قد خلقها. فهذا نؤمن به بدلالة النصوص الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم السابق بهذه الوقائع لا يدل على ترك الأسباب، فالأسباب مطلوبة ومأمور بها، ورب العزة والجلال قد علق النتائج بأسبابها، فقدر أن فلانا يتزوج فيأتيه أولاد، وأن فلانا لا يتزوج فلا يأتيه أولاد. فلا يأتي إنسان ويقول بأن العبد إذا قد قدر له النتيجة فستأتيه ولو لم يفعل السبب. ونحن نشاهد هذا في الناس، ما يقبلون لغيرهم، ما يقبلون من غيرهم من يحتجوا بالقدر. لو جاءك إنسان وأخذ مالك قال هذا قدر الله، لم تقبل هذا ولم ترضى. لو ضربك على وجهك وقال هذا قضاء الله وقدره لم ترضى. بالتالي على الإنسان أن يفعل الأسباب، والأسباب منها ما هو حسي، ومنها ما هو شرعي، ومنها ما هو معنوي، ومنها ما هو مؤثر بدون أن نعقل معناه. وبالتالي لا بد أن نكون ممن فعل الأسباب. ولذا لما سأل الصحابة رضوان الله عنهم هل نحن فيما يستأنف من العمل أو شيء قد كتبه الله، قال بل شيء قد كتبه الله. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وما دام أن كتاب القدر خفي عنا فنحن مطالبون بفعل الأسباب، ونعلم أن هذه الأسباب مؤثرة بجعل الله في نتائجها. فالقول بأن السبب غير مؤثر هذا قول خاطئ ويتنافى مع العقل، والقول بأن الآثار ناتجة من الأسباب وحدها هذا أيضا يخالف الشرع الذي أثبت أن لا شيء في الكون يحدث إلا بعلم الله ومشيئته وخلقه سبحانه وتعالى. فالمقصود أن مثل هذه الشبهة لا ينبغي أن تؤثر على الإنسان وأن تجعله يترك الدعاء. فكما أنك تتزوج ليأتيك الولد كذلك تدعو الله من أجل أن يأتيك الولد، فهذا سبب وهذا سبب، وتذهب للطبيب من أجل أن يعالج تأخر الإنجاب إليك وهذا سبب. فمزاولة الأسباب كما أنه مأمور به في الشرع هو شأن العقلاء، ولذلك تجد أن النصوص أمرت بمزاولة الأسباب. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، وأمر الله عز وجل العباد بالاكتساب من أجل أن يحصلوا على الرزق، وكذلك أمرهم بالدعاء. ولذلك لا زالت أدعية أنبياء الله بالرزق. قال موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فهذه أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جاءنا وظن أن الدعاء غير مؤثر قيل بأن هذا منك خاطئ، فالدعاء مؤثر بجعل الله عز وجل له كذلك.